السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا بالنسبة للوراثة البشرية أخذوا بعض الأمثلة استرداد المعارف. إذا اختاريت لكم الدورة العادية ديال 2015 الخاصة بالعلوم الرياضية، وللإشارة فإن المقرر الخاص بالوراثة البشرية للعلوم الرياضية هو نفسه الخاص بعلوم الحياة والأرض، والسنة الماضية في 2020 راه كان تقريبا نفس استرداد المعارف اللي وضعوه العلوم الحياة والأرض هو عبارة عن وطني سابق في استرداد المعارف ديال العلوم رياضي. إذن على بركة الله. إذن أول سؤال، عرف تخليق الدم الصبغي. إذن هنا ما كنقولوا تعريف الدم الصبغي، إيش كان قصد به؟ كان قصد به ظاهرة العبور. إذن هي عبارة عن تبادل قطع بين الصبغيات المتماثلة. ممكن أعطي كذلك يعني أشمل مرحلة كيوقع خلال المرحلة التمهيدية الأولى من الانقسام الاختزالي، والهدف منه دائما التعريف كنعرف شنو هي هذه الحاجه، فين كتوقع، المكان، الزمان، والهدف منها. والهدف منه هو انتاج امشاج مختلفه ومتنوعه. بالنسبه للتعريف الثاني، شجره النسب. اذا شجره النسب هي دراسه علاقات نسب داخل عائله معينه بهدف ماذا؟ تتبع مرض معين او تشخيص هذا المرض قبل، يعني معرفه اذا كان الاحفاد ولا مثلا داك الاولاد ديال بعض الازواج واش غيكون عندهم الاحتمال المرض وارد ام لا. ب، اذكر ثلاث تقنيات تستعمل في التشخيص قبل الولاده، يعني قبل ما يتزاد داك الولد مازال في الرحم الام ديالو، بغينا نعرفوا واش ممكن يكون مصاب. اذا تقنيات، عندنا عده تقنيات. كاين اول تقنيه وهي ديال تقنيه الصدى، يعني الليكوغرافي. التقنيه الثانيه تحليلات الادائن وهي الادق، باش كتعطينا الحالي الممرض كاين ولا لا. ممكن ناخذ كذلك بعض الخلايا من الغشاء اللي كيكون فيه الجنين، ندير له التحليله، يعني ندير له الخريطه الصبغيه ديالو، نعرفوا عدد الصبغيات واش هو هذاك البنيه ديالهم. ممكن كذلك ناخذ بعض الكميه قليله من السائل السلوي اللي كيعيش فيه الجنين وندير له التحليله ديالو. فوالا. السؤال الموالي، انقل على ورقة تحليلك الحرف المقابل لكل اقتراح، ثم اكتب صح ام خطا. الصيغه الصبغيه لفرد مصاب بمرض تورنر. رغم مرض تورنر كنعرفوا يصيب الاناث فقط، كيكون عندنا عدد صبغيات ناقصنا صبغي اللي هو اكس. اذا كنقولوا دوزين موان زان صحيحه تتساوي 44 ا زائد اكس، اذا صحيح. الى جمعنا 44 زائد 1 هي 45، يعني ناقص 1 على 46. إذا الألف صحيح. الانتقال الصبغي المتوازن، شنو كنقصدو بالانتقال الصبغي المتوازن؟ يعني بحال كنهزو قطعة من الصبغي رقم واحد الصبغي وكنوضعوها في صبغي آخر، يعني دوزين كتبقى نفسها. الذخيرة الوراثية، ملي كنقول الذخيرة الوراثية كنقصد بها يعني دوزين، متفقين؟ كنقصد بها دوزين، غتبقى نفسها. دوزين كتساوي 46، غتبقى 46 صبغي، غير هزينا جزء من الصبغي رقم مثلا 5 عطينا 7، ولكن راه كتعطينا أمراض. غير هنا قال لنا الذخيره الوراثيه، ملي يقول لك الذخيره الوراثيه بحال قال لك الصيغه الصبغيه، عدد الصبغيات. اذا باء صحيحه. تظهر الامراض الوراثيه المتنحيه المرتبطه بالصبغي الجنسي اكس بنسبه كبيره عند الذكور. هنا ملي كيقول لي مرض متنحي مرتبط باكس، هنا اش كنعرفوا عند الذكور؟ عندهم اكس وحده وعندهم ايغريك، يعني الا كانت الام مصابه مباشره الولد ديالها يكون مصاب. اما بالنسبه للبنت، باش تكون مصابه حيت المرض متنحي خصها تكون ثنائيه التنحي، تاخذ المرض من عند الاب ومن عند الام. اذا الذكر ياخذ غير اكس من عند الام مصابه يتصاب، الانثى خصها معلومه من عند الام مصابه ومن عند الاب مصاب. اذا نسبه الذكور كتكون الاصابه ديالهم اكثر من الاناث. اذا صحيح. ينتقل الحليل الممرض المحمول على الصبغي الجنسي اكس من الاب المريض الى الابن الذكر. خطا، لان دائما المعلومه اش كتقول؟ ان الاب كيعطي ايغريك لولده، ما كيعطيش اكس. الا المعلومه كاينه في اكس، فان الاب غيعطي المعلومه المرض على من؟ فوالا، ليه؟ من لبناته، ما عمرو يعطيه لولده. اذا ده الخطا. نمر الموالي. انقسام اختزالي عند ثنائيات الصيغه الصبغيه، ملي كنقول انقسام اختزالي دوزين كنرجعها ان، يسترجع الصيغه الصبغيه. خطا، شكون اللي كيسترجع الصيغه الصبغيه؟ هو الاخصاء. اما بالنسبه للانقسام الاختزالي يختزي الصيغه الصبغيه، دوزين كرجح ان، يتكون من 8 اطوار. نعم صحيح، عندنا تمهيديه 1، تمهيديه 2، استوائيه هكذاك، انفصاليه هكذاك، ونهائيه. دونك عندي نهائي من تمهيديه حتى النهائيه 1، ومن تمهيديه حتى النهائيه 2، دونك 8 ديال الاطوار. واحد مع باء. نشوفوا الجيم، يكون دائما متبوع بطور السكون خطا، بالعكس كيكون انقسام اختزالي كيكون مسبوق بالسكون. يتدخل مباشره بعد الاخصاب عند دوزين، كيجي من قبل الاخصاب، لان الواحد الاب ملي كيبغي يولد ولا الام
كيوقع له الانقسام الاختزالي على مستوى الاعضاء التناسليه، يعني مثلا الخصي عند الذكر والمبيض عند الانثى، عاد كيجي من بعدهم الاخصاب اللي كيعطينا الحمل. دونك الجواب هو ب. المراه المصابه بمرض وراثي متنحي مرتبط بالجنس. عندنا امراه مصابه والمرض متنحي ومحمول على السبيل الجنسي اكس، دونك تنحدر فقط من اب مصاب. خطا، لان الانثى عندها جوج ديال اكس، خصها اكس فيه المرض من عند الاب واكس فيه المرض من عند الام. دونك الف خطا، حتى باء خطا، لان قالك من ام مصابه. يكون كل ابنائها الذكور مصابين. نعم صحيح، لان لا كانت المراه مصابه عندها اكس الاولى فيها المرض واكس الثانيه فيها المرض، غتعطي اكس لولدها غيبان فيها المرض، لانه واش ناخذها من عند الاب ديالو، خدها من عند الايكغيك، يعني ما كاينش اللي يغطي على ديك الاكس. تكون كل بناتها مصابات؟ لا، لان البنت باش تكون مصابه خصها تاخذ من عند هاد الام المرض، وحتى باها يكون مصاب، اذا ليس بشرط. ثالثا، الخريطه الصبغيه هي تمثيل للصبغيات، فوالا كنكون فوالا مكبوحه في الطور الاستوائي. كنزيدوا ماده لاكولشيسين. هاد لاكولشيسين اش كدير؟ كتوقف الطور الاستوائي، يعني ما كتخليناش ندوزو الانفصالي. علاش؟ حيت كتكبح وكتمنع افتراق الصبيغيات المتماثله. باش هكا علاش كناخذ الطور الاستوائي؟ لان الصبيغيات كتكون جد متلولبه متكاتفه، وبالتالي كيكون الطول ديالها والشكل ديالها واضح. كاينه طرق، كاينه مراحل باش كنصايب الخريطه الصبيغيه، خصنا نكونوا على بال فيها. دونك ثلاثة مع الف. رقم 4، مرض داون. مرض داون هو اللي كنسميوه المنغوليه او الثلاثي الصبغي. فوالا، يتميز بصبغي اضافي في الزوج رقم 21. اذا اخر سؤال، اكتب على ورقه التحرير الاسم المناسب لكل رقم من هذه الارقام. ده رقم 1 نجيمه، رقم 2 جزيء مركزي، رقم 3 فوالا صبيغي ولا صبيغيات، رقم 4 ليف. هاد الخويات اللي كيشد الصبغي كنسميوه ليف صبغي. اسم الطور هو الطور الانفصالي. الانفصاليه الاولى من انقسام اختزالي مع دوزين شحال كتساوي؟ كنحسب واحد فوالا، واحد عدد الصبغيات كنحسبهم 1 2 3 4، اذا دوزين كتساوي 4. الفيديو المقبل ان شاء الله نشوفكم وطني اخر خاص بالوراثه البشريه.